دونك اليوم احنا في واحد يوم دراسي المنظم من طرف الجمعيه المنظمه المهرجان ديال الاركان والمكتب الوطني للاستشاره الفلاحيه. هذا اليوم الدراسي كيهدف الى ابراز الحاله الراهنه لقطاع الاركان وكذا مختلف التحديات اللي كاينه والافق ديالو. فلتذكير فلانزوال الوكاله الوطنيه لتنميه مناطق الواحات وشجر الاركان هي كتشتغل على تنظيم هذه السلسله من السافله ديالها الى العاليه ديالها، بحيث انه كاين مجموعه من المشاريع اهمها مشروع دارض تنميه الاركان الفلاحي بالمناطق الهشه مدير مع الصندوق الاخضر للمناخ، فيه زرع 10000 هكتار ديال الاركان مع 2000 هكتار ديال النباتات العطريه والطبيه، الى جانب مجموعه من التكوينات والمواكبه ديال التنظيمات الحامله التنظيمات المهنيه الحامله للمشاريع، وايضا يعني الجانب ديال البحث العلمي، بحيث ان كنعرفوا ان هذا القطاع ديال الاركان يعني باقي ما كاينينش دي ريغيرش ابروفوندي فيها، دونك كاين مجموعه من الدراسات اللي كتهم هذا القطاع. بالاضافه كاين مشروع ريفام اللي مدير مع التعاون الكندي، هو مشروع تمكين اقتصادي للنساء العاملات في قطاع الاركان اللي كيهدف الى يعني مواكبه ديال هاد النساء اللي ديال التعاونيات. داروا مجموعه من التكوينات والورشات لفائده هاد النساء وذوي الحقوق يعني وجميع يعني الاشخاص المتدخله في هاد السلسله، واستفدوا ايضا من الضمان الصحي مع لامضى لمده سنتين، في حين ان شاء الله اللي غادي يتعمم الضمان الصحي على جميع الحرفيين والمهنيين. والى جانب يعني كنخدموا بواحد المقاربه مندمجه، انه كيكونوا مجموعه من المشاريع شراكه بالموازات مع هذه المشاريع ديال الاركان باش نحققوا واحد التنميه شامله في المجالات ديال لا ديال الاركان لا ديال الواحات.